صباح الفل والياسمين على احلى متابعين بالدنيا كلها كيفكم صبايا شو اخباركم ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب انتم عم تشوفوا فيديو اليوم اهلا وسهلا فيكم كلكم نورتوا قناتي اهلا وسهلا بالصبايا الجداد اللي انضمت لقناتي الجديد برحب فيكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني هون صبايا حبيت صور لكم اول اول ما بلش تصوير الفيديو شو بكون عم بعمل اول شيء وقت بقرر انه هذا اليوم لا يعني حابه صور فيديو هيك عندي طاقه ايجابيه حلوه حابه اعطيكم اياها اول شيء بفتح الغزانة ببلش اني ادور بين التياب آه شو التياب اللي بدي البسها بطبع عليها حجاب بحط آه طبيعة عليها جرابات آه شيء بلبسه برجلي وهالقصص هي بهذا الفيديو حبيت البس هذا الفستان هذا الفستان شاريته من موقع ترينديول آه كثير بحبه قماشته كتير ظريفه بس صراحه آه اول ما جبته كان طويل كتير وقت غسلته من اول غسله كش يعني قصر شبر آه غسلته على درجه 30 كان لازم اغسله على درجه يعني من دون درجه حراره على البارد حبيت اقول لكم مشان اذا بدكم تشتروا منه اغسلوه على البارد ولا تحطوا اي درجه حراره عليه مشان ما ينتزع هلا مع هيك انا بحبه يعني مثل ما شفتوا بعد ما خلصت لبس كنت شربانه قهوه انت الصينيه على المجلة مشان ضبضب يعني غرفة النوم بلش ساوي التخت كمان عندي سجاداتي اللي بالكريدور مثل ما شفتوا كل وحدة بقرني انا عندي سجاداتي بيمشوا يعني من ولادي بيبقوا عم يرقدوا فبيمشوا معهم خبروني انتو كمان سجاداتكم هيك مع الولاد بيمشوا بيضلوا معينين رايحين على اليمين واليسار خبروني تحت بالتعليق حتى نواجتي بعضنا آه يعني لأنه أنا شغلتي وعملتي إني ظبط هالسجادات بدي لعيلهم شي اختراع هيك لحتى يثبتوا على الأرض وما ينزحوا هلا هون مثل ما شفتوا كان عندي هذا وش المخدة من كم يوم كبيت عليه قهوة فغسلته فهلا هون حطيته بالمخدة يعني لبسته على المخدة وبعدين كويته لانه كان مجعلق وهون هي البيجامة جايبتها من موقع ترينجول كمان جديدة حبيت ارجيكم ياها كثير حلوة وهيك ناعمة آه، كمان جايبه هيدون السماعات اللاسلكيه صراحه هي هي صار لي رابع مره بجيب سماعات ودائما بينكسروا انا على طول طول ما عم بشتغل حاطه سماعات بايداني وعم بسمع هيك دروس شغلات عن الحياه وهيك فانه على طول محطوطين بدني فوقت بكون عم بشتغل من دون قصدي بتهر من اذني وبتوع على الارض بتنكسر فهي رابع مرة بجيب آه سماعات فان شاء الله هدول كمان ما ينكسروا آه هلا هون بشحنهم وكمان البيجامة آه بكوية يعني هيك بكوية بال بالبخار مشان تتعقم هلا هون جبت هذا الحاف الابيض مثل ما شفته حطيته بالغساله وحطيته على نظام غسل الحافات هذا نظام كتير ظريف عندي الحاف يعني بيرجع جديد ونظيف وحطيت كمان حبيبات معطر للغسيل وكمان حطيت مكعب واحد من اللي بنظف الغسيل الصراحة عندي سله الغسيل عم تطفطف يعني ما عم تتسكر السله من كتر ما في غسيل السبب انه من كم يوم زوجي جرب والولاد كمان ضعفوا فبس طابو شلت كل الاحرامات والشراشف ووجوه مخدات الشغلات اللي عم نتغطى فيها كلها عات شلتها منشان اغسلها حسيتهم كلهم ميكروبات فهيك عم بغسل شوي شوي لحتى تخلص السله هون مثل ما شفتوا على حاطه مماسح انا هدول المماسح هي السله حاطتها برا سله مماسح البصخه يعني بجمعهم كلياتهم مع بعض وبس هيك يتجمعوا ويصيروا هيك مماسح كتار بحطهم بال بحطهم بالغساله على درجه حراره ستين مده 30 دقيقه بيطلعوا المماسح مع احلاهم جداد ونضاف ومعقمين آه هلا هون آه متل ما شايفين عم ضب الجلاية وبدي ازيح الجلاية وامسح وراها بعد ما خلصت التنظيف تحت الجلاية ورجعت كل شيء لمحله فتت على غرفة القعدة مشان شيل هدول في وجوه مخدات من قبل بيوم يعني غسلتهم وهلا هون نشفوا بدي اطويهم كمان هي المكنسه الروبوت فاتت على غرفه القعده كانت بغرفتي كنستها وهلا فاتت على غرفه القعده خبرتكم انه هي كانت معطله واخذتها لصلحها من محل ما اشتريتها صلحوا اياها كانوا الدواليب تبعاتها فيهم مشكله كانت توقف يعني ويكتبولي لي انه الدواليب فيهم مشكله اخذتها لصلحها صلحوا الدواليب بعدين شغلتها يكتبوا لي شايفين هاي الدوارة اللي عم تدور من فوق يكتبوا لي انه هذا اسمه رادار يكتبولي لي انه الرادار في مشكلة كمان توقف كمان ضبيت لهم اياها لتاني مرة وبعثت لهم اياها صلحوا لي اياها وبعتوها لتاني مرة شغلتها كمان يكتبوا لي انه الرادار في مشكلة مرة تانية يعني كمان ضبيت لهم ياها اياها لتالت مرة بعثت لهم اياها ومن يومين جابوا لي اياها قال خلص اتصلحت ما عاد فيها شيء فهلا يعني عم شغلها ما ما بها شيء يعني ما توقفت وهيك فانا بحب خبركم كل شيء عن الادوات الكهربائيه اللي بجيبها اذا تعطلت وهيك بشو مشاكلها مشان تفكروا 100 آه مره قبل ما تشتروا آه هي الماركه او او هذا المنتج آه والصبايا اللي بعتولي على الخاص انه شو بتنصحينا إنه احسن مكنسه وهي لحد الان انا بالمرتبه الاولى بنصحكم بمكنسه بالمكنسه اللاسلكيه في لبس كثير ظريفه لهلا ما خربت ولا مره وعن جد شفطه رهيب رهيب بتريح كتير يعنى هلا هون بدي احضر للغدا كوسه محشي صراحه الاكله كتير سهله على فكره بس الكوسات يكونوا محفورين خلاص الاكله سهله وسريعه أه قبل بيوم أه زوجي جايب كوسه وانا كنت عم بشتغل ما كنت فاضي احفرهم فقلت له خلاص حطهم على جنب بس افضى بحفرهم أه ما لقيته غير عم بغسلهم وهو عم يحفرهم يعني وعن جد الرجال اللي بيساعد مرته بشغل البيت يعني هيك رزق من الله ولازم نشكر الله عليها آه، مثل ما شايفين حش... آه، حشيتهم رز ولحمة وملح وفلفل وكمون و... آه، وعصفر آه، حشيتهم وبعدين هلا بحطلهم لهم مثل ما شفتوا حطيت لهم دبس البندوره آه، معلقتين وحطيت لهم مي سخنه هلا بشغل عليهم بسكر الطنجره وبتركهم آه، لحتى هيك يستووا مشان نحطلهم بعدين المكونات الثانيه هلا بتشوف هلا هون حبيت ارجيكم المكنسه الروبوت بعد ما خلصت كناسة انه شلون تحت الطاوله محل ما في هرهره كتير شلون تاركه لسه آه هي هرهره وما كنستهم كلهم آه فحبيت ارجيكم هذا الشيء مشان يعني قبل ما تقرروا تشتروا منا بتعرفوا شو السلبيات تبعاتها انه بتترك اثار بتترك لسه هرهرة اذا كان كثير الارض وسخة بتترك يعني لانه هي بتمر مرة واحدة على المكان ما بترجع له مرة تانية مثل الفيليبس مثل المكنسة اللاسلكية اللي, اللي انت حاملتها بايدك بتختلف يعني هلا هون مثل ما شفتوا انا رحت صليت الكوسة هون ضلت نص هي وعم تغلي بالمي والدبس البندورة هلا هون رح لها ملح وتوم وحطيت لها كمان رشة حمض الليمون هلا كمان بحط لها نعنع نعنع يابس في عالم ما بيحطوا لها نعنع يابس انا بحبها بالنعنع اليابس بحس شكلها احلى وطعمتها اطيب وبس هلا هيك بتركهم ربع ساعه لحتى يستووا وخلص الاكله يعني جاهزه مثل ما شفتوا بعد ما خلصنا غدا وضبضبت وكل شيء فتت على غرفتي الحمام عندي كانت علب الشامبو فاضي وعلبه جل الاستحمام كمان فاضي عبيتهم طبعا علبة نكاشة أدان ومحارم تنظيف الوجه كمان عبيتهم بعدين فت على المطبخ عبيت العلب الفاضي الرز الدرة النشا الشعيرية عبيتهم هلا هون بس اجا زوجي من الشغل رحنا على حديث الحيوانات ولادي لهم فترة عم ينقوا بدهم يروحوا عليها فحبيت صور لكم هيك مقطع من جوا ما بعرف انا بس لروح على حديث الحيوانات بزعل على الحيوانات كتير بحس القفص اللي حاطينهم فيها المكان اللي حاطينهم فيها كتير صغير وبحس كانوا مو هون مكانهم بالغابه يعني فمين مثلي كمان هيك بيسال عليهم هلا خليكم المقاطع اللي صورتها من الحديقه هوني بعد ما خلصنا تفتيل بحديقة الحيوانات زوجي وصلني عن بنت حماية عاملة مباركة بمناسبة مولودة الأول سمته آدم الله يحميه يا يا رب وهيك يرزق كل مشتهي الذرية الصالحة بالوقت المناسب له هون حبيت صور لكم الضيافة اللي عاملتها كانت كتير بتشهي هلا هون بس رجعت عالبيت حبيت اعمل عصير ليمون ومن الليمونة اعمل شمعة ، اول شيء جبت ليمونة قطعتها بالنص وشلت اللب تبعها وبعدين حطيت اللب بالخلاط وحطيت فوق منه عصير ليمون جاهز وبعدين خلطته وبعدين صفيته وهيك صار جاهز العصير معي هلا الليمونه مثل ما شفتوا اول شيء وقت شلت اللب تبعها نشفتها وبعدين حطيت بقلب منها خيط خاص للشمع أه وبيجي معه خشبات ودون خشبات مشان تثبيت الخيط أه وبعدين جبت القالب تبع الشمع قطعته وحطيته بالدوله أه ودوبته بس داب صبيته فوق أه بقلب الليمونه واستنيتهم لحتى جمدوا وبعدين بس جمدوا قمت الخشبة تبع الخيط وهيك صار عندي جاهز الشمعة يعني على شكل ليمون كتير حبيتها والعصير عندي جاهز اخذت الصينية اللي جوا على غرفة القعدة كان زوجي قاعد بغرفة القعدة عم اتفرج على مسلسل جديد هو تركي اسمه طائر الرفرف كتير حلو صار طالع تسع حلقات منه عن جد ما بصدق لما تطلع الحلقة الجديدة كتير حبيته بس هذا هو الفيديو تبعي اليوم بتمنى يكون عجبكم اذا حبيتوا ما تنسوا تعملوا لي لايك تشتركوا بالقناة بحبكم كتير سلام